أنا إسلام مبروك بي من معسكر جباليا. نزحنا إلى مدينة رفح، إلى وسط مدينة رفح، مع عودة تصريحات الاحتلال الإسرائيلي إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة إلى سيناء. نحن نرفض هذه السياسة بكل أشكالها، وكل من يصرح فيها فهو واهم. أجبرنا على النزوح إلى رفح، لكن لن نجبر على النزوح إلى سيناء. هذا وطننا، دفعنا ثمن ودم وشهداء، وعلى مسيرة من 48 لحد اليوم هذا الوطن وهذا التراب اندفع حقه دم، فلن نقبل أن نكون نحن نازحين في أي دولة أخرى. وبإذن الله هذه أرضنا، وستكون عاصمتها القدس إلى آخر يوم في هذه الأرض. شكرا. اسمي محمد عيسى شرف، عمري 13 عام، أنا من معسكر الشاطئ. نزحنا لوسط رفح، اليهود صرحوا، الاحتلال الصهيوني صرح إنه إحنا نروح على سيناء، نتهجر على سيناء. إحنا مش موافقين كنازحين فلسطينيين، الأرض أرضنا وفلسطين عاصمتها القدس الشريفة. إحنا مش موافقين، أجينا على رفحان بالغصب، يعني مش موافق. أنا المواطن عماد وزيه المبيض من سكان مدينة غزة حي الزيتون. نزحنا من مدينة غزة لدير البلح، ومن دير البلح اجينا على رفح. طبعا احنا مشينا الطريق زي اللي مشوها اجدادنا في ايام النكبة. نزحنا، والتصريحات الاسرائيلية اللي كل يوم تتردد لتهجيرنا من غزة او من قطاع غزة الى سيناء، هذه تهديدات ما بتخيفنا احنا، وان شاء الله ما بتصير. واحنا هينا صامدين في قطاع غزة، وان شاء الله ما بنطلع من هنا. طبعا هي بتستعمل الآلة العسكرية اول تهجيرنا، فما نفعت في الآلة العسكرية. طبعا بتسكير المعابر عن دخول المواد الغذائية والإغاثية لقطاع غزة، هي بتحاول عن طريق تجويع الناس وتضييق عليها للتهجير واندفاع الناس او السكان قطاع غزة لا 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 للهجرة عبر الحدود المصرية، وللاندفاع عبر الحدود المصرية. احنا ان شاء الله مش طالعين من قطاع غزة لو بنموت من الجوع او بالآلة العسكرية او بكل ما يصير. احنا راح نموت هنا، وان شاء الله ما بنطلع من قطاع غزة بايش ما يستعملوا من اساليب. احنا من الشمال بيت لاهية، جينا هنا نازحين على شو اسمه، على مدرسة القدس دينا هنا. بنداش نهاجر ولا نعمل، بدنا نهاجر من هنا عذورنا، يعني قعدونا بخيام ولا نرحل من هنا. ان شاء الله من هنا على الشمال، بغير الشمال مستحيل نطلع. ايش ودك عجيب وديك عصينا؟ لا بنرضاش ولا بنوافق. شنا في سين احنا؟ ما قصنا نروح عند في كمان في غربة؟ لا بدناش، احنا بدنا هنا نضل. ايش بدك حجي ترجع لبلادك وين؟ نرجع على الشمال زي ما بقينا. حطونا خيام ونقعد فيهن عبال ما يبنوا لنا، ولا ان شاء الله ببلوا، بس نقعد عشان نرجع عدورنا على الشمال. انا اسمي مصاب الدواس.